لا ما راح الصورة الحالية. مشكلتنا احنا لان اول مرة نشوف هذا من سنوات فاستعجلنا في انها الكبار. الواضح جدا سبع جولات باقي الكثير، وبالتأكيد دائما بتحكم على عملية الفرق في استمراريتها من المنافسة دائما بعد نهاية الجولة او بعد نهاية القسم الاول. مشكلتنا في بداية الموسم هذا ان الفرق الوسط والفرق المؤخرة السنة هذه ما عملت مفاجآت، اذا استثنينا من اتفاق فريق كبير لا صحيح. يعتبر يعني فريق صح. عمل مفاجئ، لذلك حضرت ان الفرق الكبيره حصلت على النقاط اذا استثنينا الاهلي والنصر ان فرق كبيره تقابلت والشباب والاتحاد، لذلك احنا نرى ان الفرق الكبيره نعم. في بيكون في تنافس على الدوري. انا بالنسبه لي ارى من وجهه نظر من الاستعداد فنيا ارى ارشح ثلاث فرق على الدوري، انا استبعد الاتحاد واستبعد الشباب، ارى ان النصر والاهلي والهلال هم اللي مرشحين مستمرين في المنافسة يستمرون في المنافسة للأدوات. الاتحاد الآن الجولة السابعة لكن يدخل في تداخل البطولات وأيضا لاعبين المنتخب وإجهاد وإصابات وتوقيف، لذلك لا يمتلك دكة قوية سيصل بها إلى المنافسات نهاية الموسم. يعني ممكن في نهاية الجولات تنحصر المنافسة بين الهلال والأهلي والنصر بس فقط ثلاثة، لأن هم الأجهز وهم اللي عندهم الأدوات ممكن يصلوا إلى هذا المسألة، لكن الشباب والاتحاد أنا أستبعدهم. أنا أرجع أقول إن إحنا بالنسبة لنا استعجلنا في عملية إن سبع جولات وإن فيه تنافس وأندية عادت. أنا أرى الجولات القادمة سيكون هناك زي عملية زي مثل عملية الفرز بعض الأندية ما راح يكون هذا، عشان كذا أقول لك حيبتدي الدوري بعد مباراة اليابان بعد الجولة الثامنة، يعني بعد بعد ما نرجع مباراة اليابان حيبتدي تتفرق الفرق ويبان من اللي يقدر ينافس. حتى تأثير المباراة حتى مباراة اليابان على اللاعبين سيكون لها تأثير نفسي يا إيجابي يا سلبي إن شاء الله.